على بركة الله. السلام عليكم المشاهدين وزوار قناة دياريف في الموقع العالمي اليوتيوب. نهار عاود ندور دغا المشروع، يعني التهيئة المشروع عن محطة الوقود لي بنيشيكا لي دخلها الجماعة بنيشيكا، باش تسلم لي الجماعة بنيشيكا وهذا بور بومبا ليسانس ورا مازوت. الخو أدراوي قايت كراني تيغا بومبا قايس وجاد باش أتفدي وذن واه كون بور النظاني غير بلي نصالح هاد كنا مازوت. أنغي سير شوية أدراوي ذاني تاخذ المشروع ماني يوض. مرحبا مرحبا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم كنتواجدوا من مش توارى من تواجد هذيك مدينة بني شيكار، مش توارى من توغا محطة الوقود توغا وذا تجي تتذكر نار النظا توغا باش الطوموبيلات الجماعة نيغدوا قاميون مبسورة باش غادي يوضر النظا غاصة 7000 8000 يدغى عما مازوت. الخو الحمد لله نشيقا غادي الدخلة مش توارى ما قربوا تيا ثقان السهوة ثنت غادي 15 يوم شاطرين نكمل كل شاطرين عازم ان شاء الله. واخا بوتي اذا قتبان دي الاخوان واخا بعض العراقيل من الطرف ينبع نوذان الحق ودين الحمد لله. نشين واسن تسليشا قال لابد تفضل زروق قبريد لابد تفضل تنقاضو لابد الحمد لله لسنان لان سيدي ربي العالمين جمع كالجن والانس لا يضرك لا يضرك الا باذن الله. ربي يحكم دي ثمواثي ربي غادي يخلق ربي غادي يحكم. مش تو اذا قشلا باش نكمل اذا نخوق الحارش نواها خوق نكوغا تحريش هذيك سنتي يعني نكوغا تحريش ربوتي اذا نزل مي غنيني عظيم غريب من نعم اني ذا لافاجات اقش واذ لافاش واذ لافاش وين موز البيدونش وين مو ذايس الفيروس النش ذايس سوا داير مبيعات الفطره واذ النيز يعني واحد اثنين ثلاثه يا اربعه خمسه واذ التيران ذايس 1700 متر امشي انا البوتيات امشي انا السوبر ماركت امشي انا الوسطان كنت دخان ذانيتير تسلموني غادي يهدم معنا لا لا سكسيون امشي ندز جمار هذا نيتي ايوا تعذر ذو واه ذي اسمش كندير قهوه نقا قهوه الزاج مره قاولي تصفى هنا غادي نسنج ندير قهوه مره اي كابلي ثاني تفوت قنكاس الطلب نخدس نخدس باش هاد الكسندي حنايا يعني هي من غير كسنتي حنايا اصحاب المكتب الوطني للكرامه الوطني للكرامه امشي انا نهدم امشي انا نهدم امشي انا غادي نديرير لاشار بونت ماني غنزز مازوت دوينات وبالحق غنغضي فهاد الشهر 50 متر فموات الاجمالي غنغضي 3450 متر. المشروع تهيئات المشروع تنقام 680 مليون اللي غتنقام بريا القهوه بريا القهوه تنقام 620 80 مليون اللي غتنقام وبالحق نشين نتمنى زيداون بني شيكار باش نشجع يجمع النغني غنشجع التجاره الداخليه السياحه الداخليه يخصها غتنجموج المنافسه ما حد يقدر يدخل من شمال راه خدمه خمسه سته غاسن سته للعائلات ني غاسن خمسه للعائلات قايش نخدم قرا الطاس شمال تسمي سيغا 20 30 يوم ثاني سيغا ستاسيونا قايش نخدم قرا الطاس والحمد لله رفو مش توارد قنقوا مليح ان شاء الله قنت قد السوارينا موات نكمل مارا فيها رخو قنت السوف قد كمارا قنت التيران انا كيش نقش قد كيش دير ركوتيا فينا مو قنت العماس كيش دير مارا ومن بعد نك التيران التيران دايس 1700 متر غير دايس ونخو الحمد لله قنقوا على السماد ونتشكاريش الزياره نشكد الاخ نور الدين الزياره غير تقيم ثانيتي تشكرك نوا التاسي سي ابارامين اللي تخدم لنا عظيم نخزع شويه واه ثانيتي مع نور الدين واه ما تحبس تسمى هكذا الاشغال الاشغال عمار لا فوالا قد عماد شكون بروني الفارد مشاني لان مشينا ديري تحتها تحزن تحت واه تحزن الطايفه مو امو ملي كاين بالنسبه لنا امشي نخدم هنا الخرجه غنمشي ندير الجرده فيها امو وبالحق الحمد لله ان شاء الله وقت مشى على مقاريب ان شاء الله الامور كانت مليح كانت مليح الزياره تقيت مزوا هذا الشخو يبدل شي حاجه ويز قليل تسم المحل اللي انتو غادي نتا وان كثير مره الطيب يعقل فيها التعاون يعقل فيها يا الطيب يعقل واه يعقل فيها مش غير صايب لا يبلع ويمكن لقيت الفوضات هو في بعض العراقيل زي بعض المعاونين جدي التعاونيه وجمار بعض النيوزات وتدير ان شاء الله ملي غادي تدير شكل ملي غادي تعرف لان الحمد لله خويا شينا ماشي قال المشروع قال نو هما دينو غكرينو ماشي غاسن البديل وخصهم خاصنا الزرع ولا خاصنا كيف الحمد لله انا شقت مع شعلي لا تسمى الجيت باش نخدم واخا دينا داخل بعض الحاقدين ديال التعاونيه ديال بعض المحتاجين ديال بعض اني حزن واخذينا مش مليح ما تسمو بلا ما ديري مليح الحمد لله قليل الاخ محمد انت رئيس التعاونية المغرب الاخضر انت كي كيري في مع الكونتراتور انت كيري كي لان جوا السين غادي يجي 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 لان جوا السين غاد
نخو ان شاء الله كنغدي البوف كمل غنغيش نشهد هذا نتي غادي نلقى فينيسيون ان شاء الله اتسد ان شاء الله زيد الافتتاح ان شاء الله غادي نسم ان شاء الله محدا فيهم مره ويخصني ندير صغار الافتتاح ان شاء الله هذا عاد نجم الاعلان ان شاء الله هذا سم مره يودان باش نفحك كيجمو الغليظ خاص خرا نوض لي نسقى لي غاس تيك توك خويا دي فيديو اسان هادي قاليك ان شاء الله وكنتسلمنا ونشكرك في الزياره لنا نشكر الاخ نور الدين ونتمنى ان شاء الله تغيير المشروع ان شاء الله مبارك ان شاء الله والله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى زي المشاريع النغلي ان شاء الله يقدر نفكر المشاريع النغلي هذه اللي مليح ان شاء الله اخ نور الدين اللي كيجي نكلم ورا انت واه مرحبا السنوس اخ شاكر السلام عليكم اخويا عبد الله اخويا عبد العظيم نغ مبروك اخويا كي دير شي كاميرا ربي اخ المشروع هذا كبير يعجبني غير حال رمي ذات كي دير كومبا يعني دير بيجيكات هو هذا هو الكومبا ما مشني الاخوان تو حنا النظر غابلين صار تعمال سني مازوت ليسانس نهار تبارك الله بريشيكار تشجع مشى نضل شي مشيتي جن الصوره المريح يعني نسمي غير تخرج الخرجه واه واش انت دعاكي كذا وما عبد العالي ان شاء الله هذا شوف قرب العالمين يعني العمل اللي تسجل ان شاء الله تعالى قد غنوا تراكي ماني قزيد الكل اشغال كوانت يعني مريح ما مشني يقيم شي شهر ان شاء الله تعالى ما كاين زيد التجاره مش ونجي قال اخ سي عبد العالي ما كيشش لي غروم والو 20 عائلات يغيك سي مثلا تخدم كي زعما تخدم العراقي مشي نقوم تزغاز قد معليش نشد حاسن نشي نسمح حاسن مشينا نشد سقلي الجروب وين جنشين متسامحين قلت سقلي مش حد يقولني كيسم من غير شحال مشي معليش نسمح حاسن معليش نشي نسمح حاسن ما حدا بيهم نشي نازل نشجع يجم من غني نازل يلم دعك يجم من غني واخا بلاك الخو بنادم امني كا مسكين الله يحسن عاونه شاف سيدي ربي العالمين ما عندناش بلا ما سقلي منو وجوني في الهريج بالمرض قاص المرض 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 الجوفير ما الجوفة قال سميت غير بخاش ورنز باش ما عايشين سمحات هذا ماشي في الصدار بالعدل تولي بنادم غير بلا حاجه وا تسمي مني كي مساكينه مني كي باش ما عليش ان شاء الله فيش في الصدار اي نيه انت شي انت تاع الهدايه كي القرا سنه ثانيه في الصدار بالعالمين وتصنع عراقي الحديد التعرض حدي قاش المواطنين وحدي قاش امو انا ميت زيد تقرب باش رغم التعرضات رغم العراقي رغم يمو الصدار بالعالمين ان شاء الله يسعد جنوب كاين جو مع ذلك فهي تدور تمام زرجنو زجارت واخا ما خصها تبدل شي قاله الدور ونمشي ان شاء الله نبقى ونكمل وان شاء الله نجي لي فتح دم قناه سي سقلي اللي غحضاني وداني اللي غيري جن التاريخ ديال بني شيكار ونتمنى نجي طاو النغ ذويه والنغ نجي ان شاء الله يجن التاريخ ان شاء الله باش خاص عقرن لان بني شيكار توتوند رخو بني شيكار في بنت كنسا تاريمان هذه حيه شوي والله يا فهمت ومنتقل نتخدم هذا هو مثلا عبد العظيم ان شاء الله ان شاء الله باش الميناء يغان غرب المتوسط ان شاء الله حتى تزيد السيد طاس يعني مثلا تقيل خاك السيد تدير مازوت ليسانس ان شاء الله الشيء نفحش هذا هو مثلا عبد العظيم يعني مشروع هذا ثقيل هذا شوف قربي العالم ان شاء الله تعالى امين ان شاء الله امين امين هذا هو ميكاب بالبركه مره المتتبعين قناه ندي مريف امين تحياك النيو السيد تيزي زيد مدينة نبني شيكا داخل الوطن وخارج الوطن. اختارت السي عبد العظيم خصك تنبدل هذا الشكوت باش يعني غادي يكمل المشروع ان شاء الله تعالى. ان شاء الله يا ربي. ناش عظيم الخو من يطري من قعد تما وتكمل مع الباجا تخوض على الباجا. صافي كمل غدا باجا تكمل غير بوتية هوان. ديك القهوة. فقيم لابيست. القهوة تاع فوق الشبعة. يعني لا تيراس ياش لا تيراس. ومشى انا تعذر. فقيم لا تيراس ومشى انا 1700 متر. 1700 متر 90000 متر. يزيد غيخدم وتجون 90000 متر يزيد غيخدم تسمى سكرافاس السيمات كلشي تسمى هذا 1700 متر غيخدم نديرها صافي خلينا غدا وين تشاشتني غير الشركه غتساوي الحوايج نس خوينا الحوايج ينو اي وشنو هو مرعب هذا مشى واه ماني غيعك بالمره واه وشنا غير كلش غاري التكنيسيات غاري الارشيتيك غاري المهندسين الدراسه الوينات لان يعني هنا توي وذان تغيس نقد تكرف كاخود تزن على القياد تزن على العماله تزن مو مش الا العماله العماله فاهم لو كان حضاري فاهم الناس نشري مشي صار رخصه تغلطنا على المهندسين يعني مازال عادي البقايا اللي المينيشيتني خارقه باقي تعدي نزي العهد البعيد الا تغيس ندخل السيبه ديال المغرب ولكن خذ السن الذين بدري يعني بدري اه تيخارقني خارقني قبل يدوق زكيزن
إذني محمر كاس قال لي قد عيش لك يدير مار المحايني السعدوق عيش لك يدير مار العراقيل عيش لك يدير مار العمالة والأخير المسؤولين مقرن دي وزارة الداخلية نقا نوفا غاس نخبارها مش نغن المسؤولين مقرن دي وزارة الداخلية نوفا غاس نسيوض نسني خارق جا الشي نهار نسفهمي ثن نسقنعي ثن ورغم يا مونيسيان رخصة إن شاء الله نشكا مع الرئيس النوغ أقدم خاص فارس تدار بالعالمين ونشكا مع مغورة نشكا مع الأعضاء نشكا يتجند المجلس الجماعة ونتمنى إن شاء الله يريجن البديل دي الجماعة ستوفيق ونشكا سوائل سبار إن شاء الله ك يمكن انت غير عند الرئيس يمكن شعبان يمكن شعايب يمكن نتمنى نشيلوا الحق دخل منوها وشكرا السيس قلي على اخ الزياره اللي تقيد الطاز يلا في امان الله وحفظه مسيره موفقه شكرا الله يعني.